بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة من الامارات، وتحديدا من راس الخيمة. من راس الخيمة في الامارات، راس الخيمة عملت فكرة جميلة جدا 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 ما اتعملتش في اي مكان في العالم العربي. عملوا ايه راس الخيمة؟ في كورنيش اسمه كورنيش القواسم، موجود في راس الخيمة، عملوا اول مكتبة عربية لتبادل الكتب في الشارع على الكورنيش. ازاي وانت ماشي على الكورنيش تلاقي المكتبة فيها بقى قسم للاطفال وفيها قسم للشباب وفيها قسم روايات، تقف تركن عربيتك تنزل من العربية تختار الكتاب اللي انت عايزه بس وتكتب اسمك وتقوم مبادله مع كتاب تاني وتاخده بقى اسبوع تقعد تقرأ فيه، او فجأة بس صينا لقينا الكورنيش قاعد عليه اطفال بيقروا على الكورنيش روايات. يا سلام، اما حتة فكرة، انتوا متخيلين يا جماعة الفكرة؟ مفيش عاصمة عربية فكرت مكتبة في الشارع، مكتبة على الكورنيش. وبعدين خدنا صور من المكتبة دي والاطفال قاعدين بيقروا الكتب على الكورنيش، ونزلتها على الصفحة بتاعتي، تلاقوها النهاردة على الفيسبوك، على عمرو خالد فيسبوك. ليه ما يتعملش في بلادنا كلها، في بلادنا العربية، المكتبة زي دي؟ وليه ما نشجعش القراية؟ انتوا عارفين يا جماعة فكرة القراية من الاخر عبارة عن ايه؟ بس عشان الناس واخدة موضوع ان احنا نقرأ ده، والشباب واخدينه على انه يعني عبء. انت كل كتاب بتقراه بير بترول جديد بيتحفر في دماغك. راس الخيمة والامارات من الدول الغنية في البترول، لكن الامارات ادركت ان البترول الحقيقي هو دماغ الشباب. البترول الحقيقي انك تطلع بترول من دماغك، مش تطلع بترول من ارضك وبس. دماغك لو طلعت بير بترول جديد، يعني فكرة جديدة، اقصد ببير بترول في دماغك يعني فكرة جديدة، معناها ان انت هتكون انسان غير عادي. تخيلوا يا جماعة كل كتاب بتقراه كنز جديد في دماغك. ليه؟ لان الراجل اللي ألف الكتاب دون، هو ألف الكتاب بناء على ايه؟ حط خبرته، سواء بقى خبرة سنتين، 10 سنين، 15 سنة، حسب قيمة الكتاب، لكن اكيد الكتاب فيه خبرة البني ادم اللي ألف الكتاب ده. تخيل انت بتاخد خبرة 5 سنين تحطها في دماغك في الساعتين اللي قريت فيهم الكتاب، يا نهار ابيض. يبقى لو قريت 10 كتب انت حطيت خبرة 10 بني ادمين في دماغك. طب 100 كتاب، انا اقتراحي ليكم اقرا كتاب كل اسبوعين. يعني لو السنة 52 اسبوع، يعني بتقرا في السنة حوالي 25 كتاب. مش كتير والله يا جماعة، بس 25 بير بترول جديد اتحفروا في دماغك، بس 25 خبرة بني آدم بسنين عمرهم اتحطت في دماغك، انت اكيد هتبقى متميز عن بقية صحابك. عايز تسبق كل بقية صحابك، اقرا كتير. بسمة امل لكورنيش القواسم في راس الخيمة، بسمة امل لفكرة مكتبة في الشارع متحركة لتبادل الكتب. ياريت نقرا كتير ونستمتع ببسمة امل في حياتنا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.